السلام عليكم طلاب طب بغداد، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. وياكم دكتور حسن رسول استاجر طب بغداد. اليوم رجعنا وياكم بالمحاضرة الخامسة من محاضرات الميديكال لانجوج. محاضرتنا اليوم عن الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي. بالبداية أريدكم تتخيلون المعلومات اللي تعرفوها عن الجهاز التنفسي. أول ما راح نبدي بهاي المحاضرة راح نحكي نعرف الأوبجكتيفز اللي المفروض إحنا نكون أورينتد بيها بعد ما نخلص هاي المحاضرة. شنو هاي الأوبجكتيفز أو الأهداف؟ أولاً إنه نعرف الأجزاء الرئيسية من الجهاز التنفسي. ثاني شيء نعرف الوحدات الأساسية اللي تكون لهذا الجهاز المهم في الجسم. ثالث شيء نعرف الأعراض والاضطرابات والعلاجات والعمليات الجراحية اللي تصير بهذا الجهاز بالجسم. أخير نقطة أنه إحنا لازم نعرف المصطلحات الطبية أو المصطلحات السريرية اللي أقدر أشخص بها البيشنت واللي تصير بهذا الجهاز. نجي بداية لازم نعرف شنو الاناتومي اوف ذا ريسبيراتوري سيستم، شنو التشريح اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. زين، الريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي يتكون من العديد من الاجزاء المختلفه، many different parts that work together to help you breathe. It mainly consists of الجهاز التنفسي يتكون من عدة أجزاء تعمل مع بعضها حتى تخليك قادر على إتمام عملية التنفس، وهو بصورة أساسية يتكون من upper airway and lower airway. الأبر airway اللي هو الجزء العلوي المسؤول عن عملية التنفس، اللي يتكون من الماوث اند نوز يعني الفم والانف، والساينسز الساينسز هي الجيوب الأنفية الموجودة بفتحات الجمجمة، واللارينكس والفارينكس. اللارينكس هي صندوق الصوت أو الحنجرة، والفارينكس هو البلعوم. زين، شنو الماوث and nose؟ يعني شنو الأناتومي مالتهم، شنو التشريح مالتهم؟ أولا هو opening، أو شنو الوظيفة مالتهم. أول شيء هو opening يعني فتحة، that pull air from outside من خارج الجسم into the respiratory system. إذن هو فتحة تسحب للهواء من الخارج إلى الداخل. زين، شنو هي sinuses؟ sinuses هي عبارة عن hollow area between the bone and the head that help to regulate the temperature and the humidity of the air we inhaled. إذن هو شنو؟ هو عبارة عن منطقة فارغة متكونة بين عظام الجمجمة من تلتحم مع بعضها. فائدتها انه تحافظ لي على درجة الحرارة والرطوبة للهواء الداخل الى الجهاز التنفسي. اللارينكس شنو؟ اللارينكس هو organ، عضو responsible for speech and voice production، مسؤول عن التكلم وانتاج الصوت. الفارينكس او الثروت هو عبارة عن تيوب، هذا بس فقط انبوبة توصيل يعني. تيوب that deliver air from mouth and nose to the trachea أو الويندباب، القصبة الهوائية. يعني هو انبوب يوصل لي الماوث والنوز ويا التراكيا. وهاي مثل ما نشوف بالرسم. شباب أريدكم تشوفون هذا الرسم وتقرونه، يعني كل تأشيرة تعرفوه بس مجرد تقرونه حتى تطلعون عليه حتى تكونون أورينتد بالمعلومات اللي حكيناها هنا.
اللور ايروي، اللور ايروي يتكون من التراكيا اللي قلنا عليها القصبة الهوائية. التراكيا هو عبارة عن ممر أو تيوب يربط كونكتينج الثروت الفارينكس واللانج، يعني هو عبارة عن انبوب بين الفارينكس وبين اللانج. هسنتو تمام، ماو نوز ماوث فارينكس، عفو لارينكس فارينكس وتراكيا. التراكيا راح تتفرع لي مثل ما تشوفون بالصورة الى فرعين رايت وليفت. هذه الفرعين نسميهم البرونكاي، نسميهم البرونكيال تيوب. هاي التيوب بالبوتوم اوف ذا ويند بايب يقول لك انه بنهاية التراكيا كونكت انتو ايتش لانج، يعني تروح كل وحدة الى لانج. ار برانش راح تتقسم الى برونكيول، العديد من البرونكيول. هسه التراكيا تنقسم الى رايت وليفت برونكاي، والبرونكاي تتقسم الى برونكيولز، وهاي البرونكيولز بنهايتها الفيولاي. وهسه راح نعرف الالفيولاي وشنية. اللانجز هي تو اورجان ذات ريموف اوكسجين فروم ذا اير and pass into the blood. اللانج هي تاخذ الاكسجين من الهواء الجوي وتنطيه للبلد حتى يرتبط بالبلد، يسوي للأوكسي هيموغلوبين اللي يروح الأنسجة وخلايا الجسم. الالفيولاي اللي حكينا عليها قلنا هي موجودة بنهاية البرونكيولز. هاي هي الجزء الأساسي اللي مسؤول عن تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. The main composing parts of the lung that are tiny air sacs at the end of the bronchioles responsible for gas exchange between air and blood. الألفيولاي شباب هي شنو؟ هي عبارة عن كيس. هذا الكيس متصلة بكابيلاريز، تشعبات دموية. هاي الشعبات الدموية تأخذ الأكسجين وهي الدم وتنطي ثنائي أكسيد الكربون اللي راح ينطرح للخارج بعملية الزفير. الفيزيولوجي of the respiratory system. الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي، has many function، عنده وظائف متعددة. The main function is to deliver oxygen to the cells in your body when you inhale، عندما أنت تشحق بعملية الانسبيريشن، عملية الشهيق، يعني وصل لك أكسجين إلى البلد وهذا البلد وصله إلى أنسجة وخلايا الجسم. هاي الانسبيريشن، وعرفنا شلون تم التبادل من خلال الالفيولاي اللي هي ساك وبها ثقوب وبها كابيلاريز ويتم عملية التبادل. الوظيفة الثانية للرسبيراتوري سيستم هي ريموف الويست غازز، يعني إزالة الغازات اللي ما يحتاجها الجسم. انكلود من ضمنها الكربون دايوكسيد فروم ذا بودي، من الجسم. When you exhale، عندما أنت تطرح للخارج بعملية الإكسبيريشن، الزفير. والوظيفة الثالثة allow you to talk and smell، يعني إنه أنت تحكي وتشم الروائح. Bring air to body temperature and moisturize، يدخل الهواء إلى الجسم و بدرجة حرارة ورطوبة مناسبة للجسم. أيضا الوظيفة الأخيرة اللي هي protect your airway from harmful substance and irritants، يحافظ على المجرى التنفسي من ال harmful substance وال irritant من خلال الشعيرات الموجودة بالأنف، من خلال المادة المخاطية اللي تنفرز بالتراكيا والبرونكاي والأنف.
الفيزيولوجي اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. ذا تو مين فانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم هي المين فانكشن الاساسيات هي عمليه الاكسترنال ريسبيريشن والانترنال ريسبيريشن. الاكسترنال ريسبيريشن شلون تتم هاي العمليه؟ الاكسترنال ريسبيريشن انه اني اخذ الهواء عن طريق الابر ايروي وادخله لللانج، اخذ منه اكسجين واطرح ثنائي اكسيد الكربون للداخل. ات اكر ان ذا لانج بالرئه وين اكسجين ديفيوز، الاكسجين ينتشر الى البلد والكربون دايوكسيد ينطرح الى الخارج. internal respiration شلون تتم؟ هنا تتم بين انسجة الجسم اللي راح تاخذ الاكسجين من خلال البلد وتنطي ثنائي اكسيد الكربون اللي راح ينطرح للخارج. it occur in the metabolizing tissue، العملية الايض اللي تصير بالتشو. where oxygen diffuse out of the blood، الاكسجين ينطرح، العفو، الأكسجين ينطرح من البلد إلى النسيج والكربون دايوكسيد، النسيج أو الخلية، والكربون دايوكسيد ينطرح من النسيج أو الخلية إلى البلد حتى يرجع يتداور ويطلع للخارج. يعني العملية صارت كما موضح بالصورة شباب، أنه أنا أخذت air، يعني أخذت هواء من الخارج، هذا الهواء راح مر بالنوز، مثل اخذت من مر بالنوز راح للفارينكس لارينكس تراكيا، من التراكيا توزع بالبرونكاي، برونكاي راح للبرونكيولز، البرونكيولز وصل للالفيولاي، الالفيولاي صار اكسشينج، دخل اكسجين للدم وخرج ثنائي اكسيد الكربون من الدم دخل بالالفيولاي. الثنائي أكسيد الكربون اللي صار بالألفيولاي راح ينطرح للخارج، والأكسجين اللي صار بالدم راح يروح إلى أنسجة وخلايا الجسم. من وصل إلى أنسجة وخلايا الجسم هنا راح تصير عملية الانترنال ريسبيريشن، اللي هي شلون إنه الدم راح ينطي الأكسجين إلى الخلية ويأخذ منها ثنائي أكسيد الكربون ويرجعه للألفيولاي وتتم عملية التبادل مرة أخرى. إن شاء الله وضحت. الفيزيولوجي of the respiratory system. The passage of، يعني مرور الهواء من الـ external environment، من البيئة الخارجية إلى اللانج كابيلاريز، إلى الشعبات الدموية الموجودة بالألفيولاي مال اللانج ومجرى الدم الـ bloodstream and out consist of one، هاي كل هالعملية تصير بـ one inhalation and exhalation، يعني بعملية شهيق واحدة وعملية زفير واحدة. ومثل ما موضح بالمخطط انه الاير يدخل النوز، فارينكس، لارينكس، تراكيا، برونكاي، برونكيولز، الفيولاي، يعني هاي كلها باللانج، راح البلود ستريم، بعدها السي او 2 انطى البلود ستريم، العفو، انطى سي او 2 راح للالفيولاي، برونكيول، برونكاي، بعدها راح لللانج، العفو، للتراكيا، بعدها لارينكس، فارينكس، نوز، طلع للخارج. هاي المصطلحات اللي اريدكم تعرفوها، انه اريدك تعرف لي الادينو يعني جلاند، هواي راح تمر عليكم كل السيستمات، فاي ادينو يعني جلاند. الفيولا، الالفيولاس، الحويصله الهوائيه اللي حكينا عليها اللي هي المين كومبوننت اوف غاز اكسشينج، البرونكاي، البرونكوس، وقلنا هي القصيبة الهوائية، والبرونكيول اللي هي نهاية القصيبة الهوائية اللي تتصل بالألفيولاي، والكابنو اللي هو الكربون دايوكسيد، والإبيجلوتو، الإبيجلوتس، لسان المزمار، واللارينكس اللي هو الفويس بوكس، صندوق الصوت. مصطلحات حلوات وبسيطات إن شاء الله. اللوب، لوب of the lung، يعني فصوص الرئة، إنه الرايت لانج بيها 3 لوبس،
أبر ولور وميدل، وال الليفت لانك بها تو لوبس فقط. الميديستاينم اللي هو عبارة عن ممبرينز أو سبيس يفصل لي الأورغانز اللي موجودة بالتشيست، الهارت، اللانج. النيزو أو راينو اللي هو النوز، أورو اللي هو الماوث، وأوكسي أوكسيجين والفارينجو اللي هو الفارينكس، والفونيا الفويس أو الساوند. هاي كلهن حكيناهم إن شاء الله تعرفوها. أذر يعني words اللي هي الفرينو أو الديافرام، الحجاب الحاجز اللي يساعد دور أساسي بعملية التقلص أو انبساطة، إلى دور أساسي بعملية التنفس. البلورة، البلورة هو عبارة عن غشاء شفاف رقيق كلش يحيط بالرئة، وأكو عندي الفيزرال بلورة والبرايتر بلورة، واللي بيناتهم أكو فلود بسيط. هذا الفلود شون يعني مثل الشوك أبزوربر أو يساعد بعملية الاحتكاك العفو من خلال عملية التنفس، يعني عملية التنفس منه تصير اكسهاليشن وانهاليشن. هاي البلورة البرايتل والفيزرال وبيناتهم هذا الفلوت يساعد لي بعملية الاحتكاك اللي يصير فيسهل عملية التنفس. نيمو اللي هو الاير، سبايرو اللي هو بريذنج تنفس، ستيث تشيست، ستيثو تشيست، ثوراكو ثوراكس ايضا تشيست يعني صدر، تريكيا اللي هي الويند بايب او القصبة الهوائية. ابنية يعني النورمال بريذنج، التنفس الطبيعي او الكوايت بريذنج يسمونه. هايبر ابنية انه البريذنج يكون مور ديبلي وفاستر، هيك يعني البيشنت يجيني يتنفس بهالطريقة هاي كلش ديب وسريع. يكون نورمال بحالة الاكسرسايز من واحد يسوي رياضة. هايبوبنيا اب نورمال اللي هو البريذنج يكون كلش بطيء وشلو، يعني هايبوبنيا نقول هايبوبنيا وهايبوبنيا. عندي هاي other medical terms اللي هي الأبنية مثل ما قلنا الأي يعني without، أبنية يعني breathing، فأبنية without breathing. مثل ما أرجع وأقول لكم أنه أريدك تحفظ فقط الميننج، هاي الأناليسيس هذا هو إلك حتى تفهم. عندي برادي أبنية، برادي يعني بطيء، برادي أبنية يعني البريذنج اللي جاي يصير عندي بطيء، فش أقول abnormally slow breathing. عكس البرادبنية تكبنية، تكبنية شنو؟ fast، تكي fast، فتكبنية abnormally rapid breathing. عندي الدزنية صعوبة بالتنفس، this وين ما ألقى D-Y-S difficult أو painful، فدزنية يعني difficult بالbreathing أو painful breathing. وهالمصطلح هو راح تسمعون أجاني البيشنت dysnic، إنه بأما عنده pain خلال breathing أو إنه عنده difficulty بالbreathing ما يقدر يأخذ نفس. orthopnea، ortho يعني straight، فorthopnea difficult or discomfort in breathing when lying flat relieved by sitting or standing. شباب الأورثوبنية كلش مصطلح مهم، ذن المصطلحات كلهن كلش مهمات أريدكم تركزوا لي عليهن. الأورثوبنية يعني البيشنت من ينام يختنق ما يقدر يتنفس. ليش؟ مثلا مثل من مثل البيشنت اللي عنده سوائل بصدره، فهاي من ينام هاي السوائل راح ترجع على ال 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 ال
اللانكس مالته، فراح ما يقدر يتنفس. لذلك دول دائما تلقاهم قاعدين ما يقدرون ينامون، او يخلي جو راسه اكثر من مخده. فهاي اورثوبنيا difficult or discomfort، يعني صعوبه او عدم راحه. in breathing while lying flat relieved by sitting، تروح عن طريق السيتنج او الستاندنج، القعده او الوقوف. تكبني احد جناها dysphonia، this يعني قلنا abnormal او painful، phonia صوت، ف have an abnormal voice، difficult or painful speech، يعني صعوبة أو ألم خلال الكلام. pathology of the respiratory system، pathology of the respiratory system الـ يعني disease تصير بالـ respiratory system، بالجهاز التنفسي. أولا rhinitis أو كورايزة، rhinitis أو كورايزة. rhino قلنا نوز، فراينا أو itis inflammation أخذناها بالمحاضرات السابقة. فراينايتس إذن هو inflammation of the mucous membrane inside the nose. rhinitis irritation أو inflammation يعني التهاب أو irritation إنه يصير بال mucous membrane، الغشاء المخاطي بداخل النوز بداخل الأنف. sinusitis، sinus عرف sinuses عرفناها شنو، قلنا ال hollow part بين ال skull bones اللي تصير وظيفتها إنه تحافظ على temperature والhumidity مال الأير الداخل. itis inflammation، fasinusitis inflammation of the mucous membrane of the sinus، تمام. epiglottitis، epiglotto قلنا لسان المزمار، epiglottis epiglottis. itis inflammation، for inflammation of the epiglottis. انفلونزا كلكم تعرفوها infectious disease، يعني disease معدي، مرض معدي تسبب الانفلونزا فيروس. laryngitis، larynx قلنا الفويس بوكس. itis inflammation، for inflammation of the larynx، التهاب يعني. tuberculosis أو التيبي اللي هو السل، هذا infectious disease مرض معدي caused by bacteria، تسببه بكتيريا. هاي البكتيريا نسميها mycobacterium tuberculosis. شباب هالمصطلح حفظوه لأن مهم. tuberculosis، sinusitis أريدكم تحفظوه لأن مهمات. إذن tuberculosis نعيده السل، رمزه تيبي. infectious disease caused by bacteria نسميها mycobacterium tuberculosis. hemoptysis و pneumonia، hemoptysis و pneumonia. الhemoptysis شنو؟ انه المريض يبصق دم او يقح دم. hemo blood، ptysis spitting، then lung or bronchial hemorrhage، نزف من اللنج أو من البرونكوس. that result in the spitting of blood، تمام. فمثلا هو المريض اللي عنده تيبي مثلا أو المريض اللي عنده tuberculosis يجيني hemoptysis مثلا، زين. نيمونيا شنو؟ نيمو air أو lung، هي حالة التهاب باللنج نتيجة infection، حالة التهاب باللنج نتيجة إلى مثلا بكتيريا أو تروما أو مواد كيميائية استنشقناها تسوي لي نيمونيا. نيمونيا أيضا مصطلح مهم أريدكم تحفظونه لأن يتكرر دائما، زين. ال COPD أو الكرونيك أوبستركتيف بولموناري ديزيز، الكرونيك أوبستركتيف بولموناري ديزيز هو مصطلح for any disease، أي مرض with a chronic obstruction يعني انسداد مزمن أو كرونيك صار لفترة طويلة بالبرونكيال تيوب، يعني انسداد بالبرونكيال تيوب أو باللانجز، ممكن
نتيجة لزيادة الـ production of secretion أو acute destruction of the lung tissues. مثال شوفوا شباب، الـ COPD chronic obstructive pulmonary disease هو نوعين، انفيزيمة وكرونيك برونكايتس. هو مصطلح يطلق على أي ديزيز سوالي انسداد بالبرونكيال تيوب، ممكن هذا الانسداد سوى زيادة بالبرودكشن بإنتاج المخاط المادة المخاطية، أو سوالي ديستركشن تحطم اللانك تشو نسيج الكلى. مثلا الانفيزيما، الانفيزيما شو تسوي؟ الالفيولاي، الانفيزيما تسوي لي تحطم باللانك تشو، الالفيولاي تكبر تكبر الى ان تنفجر. In which الفيولاي are inefficient، غير كفوءة، because of distension that may lead to permanent damage الفيولاي. Distension توسع يؤدي الى permanent damage، ضرر دائمي. الالفيولار وول بيكم ثين اند ار بريديسبوزد تو رابتشر، تكون ثين كلش، رفيعه كلش، وبعدين تتمزق. الكرونيك برونكايتس شنو؟ انكريز البرودكشن اوف سكريشن. فشنو يعني انفلاميشن؟ التهاب او سوالينج واريتيشن اوف ذا برونكيال تيوب يؤدي إلى increase production. فهاي هو ال chronic obstructive pulmonary disease. إذن chronic obstructive pulmonary disease هو انفيزيما chronic bronchitis، وعرفنا شنو الفرق بين انفيزيما وشنو الفرق بين عن ال chronic bronchitis. هاي المصطلحات كلش مهمة شباب، ركزوا لي عليها ترى تجيكم بالامتحان. وأهم شيء أهم شيء تباوعون على هاي الصور وتربطوها بالحكي اللي حكيناه حتى تفهم. من أقول لك كرونيك برونكايتس قل لي يصير irritation أو swelling بالبرونكيال تيوب فيزيد السكريشن مثل ما موضح بالصورة. من أقول لك انفيزيما قل لي يصير destruction بالألفيولاي مثل ما موضح بالصورة. الأسماء الربو هي كلمة إغريقية، كلمة إغريقية. هذا الديزيز has narrowing of the bronchi. البرونكاي تذكرون من حكينا التشريح، البرونكاي يصير بيها ضيق أو تضيق يؤدي إلى ديزنية. الديزنية تذكروها صعوبة بالتنفس أو painful during breathing. ويصير عندي أيضا wheezing، صوت خرخشة بالصدر، وكافينج وقحة. إذن هاي الأسماء الربو، وشوفوا صورة أيضا عليها. أنا أعتذر منكم لأن ما قدرت أخلي لكم صورة. السيستيك فايبروسيس تليف باللانج يصير، سيستيك فايبروسيس كلمة لاتينية جاية من كلمتين، كلمة لاتينية وكلمة إغريقية، وهو مرض وراثي ومرض جيني. هنا شي يصير اللانج clogged with excessive amount of abnormally thick mucus. شوفوا شباب هنا الخلل وين؟ خلل جيني بالخلايا اللي تفرز للميوكاس، فراح يصير عند الميوكاس المخاط، فراح يصير عندي thick mucus بكميات كبيرة، و هو كلش خطير، life threatening. هاي شوفوا النورمال لانج شلون صايرة، شوفوا الأسماء اللي صاير ناروينج، وشوفوا السيستيك فايبروسيس والنورمال عن الأبنورمال اللي هي السيستيك فايبروسيس. شوفوا الميوكاس أبنورمال ميوكاس سكريشن شلون صايرة. الإكسبانشن ديسوردر يعني توسع عند الأتيلكتاسيس، يعني إنكومبليت أو إمبرفكت، يعني
atelectasis incomplete أو imperfect expansion. يعني شنو؟ يعني it's a complete or partial collapse. اللانج ما تتوسع بصورة كاملة أو بصورة طبيعية، يصير بيها كولابس. لذلك الهواء الداخل والطالع من اللانج يكون داخل بكميات قليلة لأن ما تتوسع، وطالع بكميات أقل لأن مدى تنقبض حتى تطلع الهواء للخارج. تمام. النيموثوراكس، نيمو يعني هواء، ثوراكس تشيست، فأكو هواء بالتشيست دي يعيق عمل حركة اللانج، ما دي يخليها تتوسع. تمام، مثل ما موضح بالصورة، مثل هاي صورة الاتيلكتسيس صاير كولابس باللانج، وهاي صورة الهواء النيموثوراكس انه هواء باللانج، فما دي يعيق هواء بالتشيست نتيجة مثلا انه واحد بولت انجري مضروب طلقة فدخل هواء لهذا السبيس الميديستاينم التشيست فضغط على اللانج فمنع عملها انه يصير عملية الانسبيريشن والاكسبيريشن بصورة صحيحة فصار كولابس باللانج. بلورال فيوجن، بلورال فيوجن تذكرون من حنشيت لكم قلت لكم اكو برايتال وفيزيلار بلورة تساعد بعملية الاحتكاك، فهاي ممكن وبيناتهم اكو سبيس فراغ هذا بيفلوت سائل، فممكن انه يصير نضح الى هذا الفراغ، فهذا الفراغ يصير بيسائل هواي فيصير عندي بلورال فيوجن. بلورال فيوجن اكسسيف فلود يعني فلود بكميات كبيرة بين اللاير of the بلورة خارج اللانج، فيسموها هاي الحالة بلورال فيوجن يعني مي داخل الصدر. تمام، وكلش مهم هالمصطلح. المصطلح الأهم واللي لازم يجي كل سنة هو الإمبايمة. الإمبايمة بدل ما يصير عندي مي بال اللانج راح يصير عندي شنو؟ باس قيح. إذن empyema is a condition in which pus accumulates، pus يتجمع in the pleural cavity، بالبلورال cavity. It is originate from كلمة أغريقية تعني قيح. إذن قلت لك اكو فيزيرال بلورا وبرايتال بلورا وبيناتهن ذني حيطان باللانج، بيناتهن اكو سبيس بي فلود بكميه قليله، هذا الفلود هاي الفلود يساعد بتقليل عمليه الاحتكاك خلال الاكسبيريشن والانسبيريشن. مرات يصير فت ديفكت فت خلل، مثلا نيمونيا اللي حكيناها انفكشن باللانج صار، فش يصير عندي؟ راح اللانج مثل يصير نضح لهذا الفلود من نضح للفلود من اللانج لهذا السبيس، فراح تكثر كمية الفلود. هاي الحالة نسميها بلورال فيوجن، هاي الحالة نسميها بلورال فيوجن. إذا صار باص، ما صار عندي ما نضح الفلود لهذا السبيس، لا نضح لي باص قيح، مواد قيحية، هاي الحالة نسميها امبايمة. امبايمة باس accumulate in the pleural cavity، باس قيح يتجمع بالبلورال cavity. ان شاء الله فهمتوها شباب، ومثل ما موضح بالصورة عندكم. disorders اخرى مثل bronchiectasis، هنا البرونكا يصير بها توسع dilatation فيصير ميوكس برودكشن، يجين البيشنت يقوح قحة بها بلغم هواي، وهذا البلغم بيريحة ما حلوة، وتقدرون تشوفون صورة عليها حتى توضح لكم أكثر. برونكيو ستينوسيس، ستينوسيس يعني ضيق، فناروينج اوف ذا برونكيال تيوب. برونكيو سبازم، سبازم يعني تقلص، ابنورمال كونتراكشن، كونتراكشن غير طبيعي بالبرونكاي، تقلص غير طبيعي بالبرونكاي. هنا فيزيشن تيرم اوتو
اوتو لارينجولوجيست، يعني اوتو يعني اير، اير اوتو يعني اير الاذن. هذا هو شنو اوتو لارينجولوجيست؟ اوتو لارينجولوجيست هو الفيزيشن specialized in the diagnosis and the treatment، هو المختص أو الاستشاري المختص بعلاج و بتشخيص وعلاج أمراض الأذن والأنف والحنجرة، طبيب أذن وأنف وحنجرة. pulmonologist هم physician متخصص بتشخيص وعلاج respiratory disease، طبيب التنفسية. عندي surgical term tonsillectomy، tonsil اللوزتين، ectomy يعني إزالة، ف surgical removal of the tonsils. laryngectomy larynx، و ectomy قلنا إزالة، ف surgical removal of the larynx. lobectomy surgical removal of the single loop of the lung، قلنا اللانج تتكون من كذا لوب، فلوباكتومي ريموفال للوب. شباب هاي المصطلحات كلش مهمة، يجي منها واحد دائما. ادينويدكتومي سيرجيكال ريموفال اوف ذا ادينويدز، ادينويدز هي لوزة موجودة، لوزة موجودة عندي بعد اللوزتين اللي احنا نشوفهم البلاعي. نيمونكتومي سيرجيكال ريموفال اوف سينجل لانج، يشيل اللانج كلها. لوباكتومي يشيل لوب واحد، نيمونكتومي يشيل اللانج كلها. سيرجيكال ريبير عندي هاي برونك، برونكوبلاستي انه لارينكوبلاستي، بلاستي تعرفون شنو يعني، انه البلاستي انه سيرجيكال ريبير، فهاي كل واحدة نسوي لها سيرجيكال ريبير. برونكاي، لارينج، النوز، التريكيا، السبتم، السبتم البنوز الحاجز يعني. عندي السيرجيكال تيرم تريكيوستومي، التريكيوستومي هو شنو؟ ميديكال بروسيجر، إجراء طبي. أما temporary يعني وقتي، أو permanent دائم، that involve creating an opening in the neck in order to place a tube into a person windpipe. شوف شباب، مرات واحد يصير عنده اختناق، يختنق فما يقدر يتنفس لا من النوز ولا من الماوث، لا من الأنف ولا من الفم، فش نسوي له؟ نسوي له تريكيستومي. هي شنو هاي التريكيستومي؟ التريكيستومي ميديكال بروسيجر، اجراء طبي، اما تمبوراري انه فد وقت معين الى ان نصحح الخلل الصاير عند الشخص، او بيرمننت لا دائمي، انه هذا الشخص لازم يبقى يتنفس من هاي التريكيستومي. شو نسوي بهذا الاجراء؟ انه نسوي فتحه بالنك بالرقبه من الامام، ونخلي بيها تيوب صغير، انبوبه صغيره، نطببها بالتريكيا الويند بايب بالقصبة الهوائية، فالشخص يقوم يتنفس منها، يعني بين قوسين يستغني عن البارت العلوي من الأبر إيروي. لارينجو تريكيوتومي، هاي شنو اللارينجو تريكيوتومي؟ شباب مصطلحات بسيطة، لارينكس، تريكيا، أوتومي، هيك فصخوها. لارينجو تريكيوتومي هنا عملية operation of cutting into the larynx، هنا نقطع اللارينكس ايضا والابر بارت اوف ذا تريكيا، وهي ايضا نخلي تيوب ونخلي الشخص يتنفس منه. هاي العمليات كلها تقدرون تشوفون عليها صور او تشوفون فيديوهات حلوه يعني باليوتيوب، اي واحد من باب الفضول. تريكيوتومي سيرجيكال بروسيجر تو جين اكسس تو ذا تشيست، تريكيوتومي هنا يعني انه حتى ندخل للتشيست نطب تريكيوتومي. اندوتراكيال تيوب، الاندوتراكيال تيوب هذا شنو؟ هذا موجود بالصوره اذا تشوفونه، انبوب تيوب نخليه
وحتى نفتح المجرى التنفسي ونفوت صنده لللانج حتى الشخص يقدر يتنفس. هذا يسموه اندوتراكيال تيوب. تيوب انسيرتد ثرو ذا نوز او ذا ماوث، فوت من الحلق او من الانف، يعني من الانف او من الفم للتراكيا حتى نفتح الاير واي والشخص يقدر يتنفس، ونخلي له بنهاية هذا التيوب نشد بالون ونقوم ننفخ أو نخليه مفتوح والشخص بعد يقدر يتنفس. يعني هاي شو كنت نستخدمين؟ هاي نستخدمهن من يجين المريض فاقد الوعي مثلا، من عنده فد تروما يعني مسوي حادث أو فد شيء وما يقدر يتنفس، أو من يصير عنده يعني إنه كاردياك أريست، المريض وقف قلبه ما يتنفس، فأخلي له هاي كإجراء احترازي إلى أن أسوي له بقية الأمور حتى أحاول أحافظ على حياة الشخص. هنا فارماكولوجيكال تيرم يعني مصطلحات علاجية أو ميديكيشن، علاجات ممكن نستخدمها بعلاج الريسبيراتوري ديس أوردر. عندي أنتي معناتها أجنست مضاد، فأنتي بايوتيك مضاد حيوي، أيجنت ذات تريت بكتيريال إنفكشن. أنتي هيستامينز هو أيجنت يوزد تو تريت هيستامين ميدييتد، مضاد الهيستامينات. مثلا واحد عنده تحسس من فتشي فننطي أنتي هيستامين، إذا أيجنت يوزد تو تريت هيستامين ميدييتد reaction like allergies، مادة تستخدم بعلاج الهستامين mediated reaction، التفاعل اللي يصير نتيجة للهستامين مثل الالرجي مثل الحساسية. antibiotics هذا يقلل الحرارة. anticoagulant مضاد تخثر. bronchodilator موسع للقصبات. drug dilate the bronchial عن طريق يسوي relaxation للمصل. expectorant مقشع. drug that promote coughing يعني يعزز عملية الكف، يخليني أقوح أكثر حتى يطلع البلغم للخارج. antitussive drug relieve the cough، هذا ما يخليني أقوح، عن طريق شنو؟ بلوكينج للكاف ريفلكس. الريفلكس مال الكاف يسوي له بلوكينج، يسده. كورتيكوستيرويد الاستيرويد هي علاجات تقلل الالتهاب، تقلل انفلاميشن، تستخدم بعلاج الريسبيراتوري ديزيز مثلا الاسما الربو. لهنا تنتهي محاضرتنا شباب، ان شاء الله استفاديتوا منها. نلتقيكم بمحاضره اخرى، و دمتم بخير وصحة وسلامة. مع السلامة.